فخري مسرت قوموا يا كلاب يا حرامية انتو حاطين عينكم على البستان وعم تسرقوا فخري فخري شو بك هو بخير كيراز شوفي ابوكي انت بدك تطول بالك عمي هذا انا مين انت يعني عرف عن نفسك انا حسان وهذا فخري عم نجمي نزل لي هالبارودة قررت بدي اقضي الصيف كله بالشورت ورح احط طاقيتي كمان اوه هاي هي الحرية وهيك رأيي حتى أنا رح أقضي صيف بالشورت لا تغيروا الموضوع أنا رايحة بس لا تفكروا أني نسيت الموضوع ديري بالك ولا تزعجي حالك تذكري بعرف بعرف كله رح يكون تمام ما عم بفهم كيف ممكن شركة تنهار فجأة ولا نحن فهمنا يا ستي يا ريتنا ما التهينا كتير وقت العرس يا ريت أجلنا الطلبية وما عملنا مثل ما بده لؤي خلص حبيبتي أنت لا تزعلي حالك هلأ بعدين لتقومي تمرضي لا سمح الله مزبوط يا بنتي ما فينا نرجع اللي راح ايه مزبوط بس نحن تعبنا لأسسنا هاي الشركة وكان الشغل منيح اكيد سهاد زعلان وينه هو هلا وينه؟ مين هو؟ انوار لك شبكي بأنقرة شو هاد؟ سجلنا صوته قبل ما يسافر وكل ما لزمني بشغله ايه اذا بتريد نادي بصوتك لانه هالشغلة مو شغلته ما فيني عيّت يعني انا فنان وصوتي له قيمة ايه تتهنى يا فنان شغله سمعني صوت انوار صياحه شغل حاضر عيدة والله يا رضا انا عملت العيشة خانه مثل كل مرة بعملها فيها معناها مغيرين الزيت شو هاد يا ما بتتاكل خلص صحنك ها؟ شبك سيد رضا عملناها بزيت معملنا لا تحكوا عن معملنا لا جننوني نوار ورجينا حالك ها مدحنا فيك ولا يهمك أنا متعود على الأجانب لما كنت بأزمير كان بيجي أجانب عن جد شي بيسلي كتير منيح لي لقيت هيك شغل فورا بصراحة أنا ما كنت كتير مقرر اشتغل هيك بس للضرورة أحكام يلا بتسلى بعد شوي رح أترك المجموعة وأهربها والله وين رح تفركها؟ هلا معنوياتها مو كتير وأنا لازم أوقف جنبها امشي لازم نجهز حالنا ما؟ لا تنسي التياب يلي لبستيهم مبارحة طيب رح نورجيه اللعبة هلأ تفضلي
يسلموا. شكرا. صحة وهنا. شكرا. عنا أطيب عوامة. شكلك تعودتي بسرعة ها؟ وانت تعودت على الشغلة كمان. لو سمحت ممكن صحنين عوامة؟ طبعا تفضلوا ارتاحوا. تقعدي هون؟ بدنا ناكل هون؟ شو هالقعدة هي؟ مو حلوة ابدا. طيب منروح على اليخت، رقم الشاليه تبعنا 16 واليخت جنبه، فيك تجيبون لهنيك؟ ما عندنا خدمات توصيل. اي بلاها حبيبي. عفوا. شايفة حالك. لازم ياكلوا باليخت. أيام بحس إني حرمتك من هيك حياة. أنا ما فهمت عليك كتير، ممكن تخبص أكتر لحتى أفهم؟ هي الحقيقة. قارني شوي بين حياتك قبلي وحياتك بعدي. كنت عايشة مثل الأميرة وما بتطلع إلا مع شوفير خاص. شوفي حياتك كيف صارت. كان فيك تفتحي سلسلة محلات حلويات، بس هلأ واقفة على بسطة عوامة. واقفين على بسطة عوامة حبيبي نوار، نحن الاثنين مع بعض. وأنا لو كان بدي هديك الحياة ما كنت اخترتك أبداً. طلعي حواليك. أنا برأيي حاجة تخبيص واهتم بالزباين بيكون أحسن. يلا لشوف. شرفوا. بلشي حبيبتي إيلول. انتبهي اعملي مثل ما قلت لك. يلا. ماشي. مرحبا غيس. عيد ميلادك؟ ايه، وعملت هذا القاتو لإلك. وليش بقى يعني؟ حتى نتصالح والقاتو له ريحة. له ريحة؟ في قاتو له ريحة؟ في يا زكي، امي جابت الوصفة من النت. وكيف ريحة هالقاتو؟ صعب تعرف. ليش انت بتعرفي؟ ايه انا بعرف وريحته حلوة كتير. انت ما بتعرف؟ انا هلأ رح اعرف. هذا ما له ريحة بنوب. طيب جرب شمه كمان. شميتها؟ ضربتني بالقاتو. هو تفركش وقع. ايه صح، شفتك وقعت. كان بدك تصالحيه وهو اللي تفركش. اوه. ايدك. دقيقة. شوفي من ورا بتشبهك. صح. بقية المهمة عليكي، لازم أخذ الجروب السياحي وبسرعة. شكرا عمو، أنا رح هلا. يلا أنا تأخرت. وقف هون. ليك هاد فخري عم يرقص مع كراز. لازم نحط هاي، خليه مسرد شوفه. صدقيني بلاها، خلينا نشيل هالمقطع بلا ما نورط ولا فخري. شو هالحكي محمد، نحنا محترفين. وبعدين ما حدا قال لمسرة انه تهرب. اسمع مني وكمل لشوف. سرعوا سرعوا يلا لشوف. وقف هون. كل دقيقة بيصير شي، بالاول بتنبسط بعدين بيخرب كل شي.
عأساس ما عم تخرب شي. كمل يلا ما طقته. رح ننطركم دقيقة وبعد شوي كل شي رح يكون جاهز. خفوا ايدكم شوي ورانا شغل. رجاء تستعجلوا. شكرا عائشة. ماشي. رح ننطر. ليك محمد رجع لي فورا على المكان يلي كان عم يحكي فيه لأي الغليظ. لشو انتبهت لشغلة؟ ليش بدك تشوفي شو عم يحكي؟ شو له علاقة بالعرس؟ لك ارجع يا ها وقف عندك ثبت خلينا نشوف شو عم يحكي. وقف شوي شغل الفيديو هون. وبالنتيجة أنا مليت حابب أترك هاي المنطقة هنا. هن بعد الطلبية تبعكم رح يصيروا مديونين. إذا نفذتوا يلي قلتوا وتخليتوا عن شراء هاي الطلبية كيبيلي رح تغرق بالديون وتخسر، وهيك رح نشتري أسهم الكل ببلاش. ولما تصير كيبيلي ملكي رح نرجع نكمل شغلنا سوا. وقتها رح أعطيكم كل شيء وبشروط أفضل، وإنت رح تستفيد كمان. شو هاد محمد؟ سمعت شو قال؟ عم تسمع؟ هلا ما كانت واثقة فيه، وأنا حسيت إنه هو مناوي على خير. يا عيني أنا رح أتصل بهلا قبل ما يوقعوا العقد. هني عند كاتب العدل هلا. شغلة مثل الأفلام والله. تليفون هلا مسكر. أنا رايحة ناولني هالكاسات. يلا 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 محمد اسمع لقلك هلا عند رقم تاني أكيد هو بدليل الهاتف. إذا ما لقيته اتصل بحنان خده منا وضل اتصل. إذا رديت إلا ماشي. ايه؟ يلا أنا ماشي. رايحة. كل شي جاهز تفضل. وأخيرا أنا بحياتي ما شفت شي بينعمل بوقته هون. نحنا ما طلبنا منك تجي لهون، أنت حبيت تضل عنا. خلينا نروح ونخلص من هاي الشغلة بسرعة. أهلين رضا بيك. أهلين فيك سعد الله. تفضلوا قروها. كله تمام خلينا نخلص. وين رح وقع؟ انت مو غريب عن هالعقود، رح توقع على كل صفحة وبمكان التوقيع. تفضلي وقعي. شوفي شبك فايت على كاتب العدل هيك؟ خراس لو ماني تعبانة كنت فرجيتك قيمتك. رقية شو صاير؟ هذا لؤي الغشاش خدعنا كلياتنا بس لحتى ياخد هي الشركة منا. كله مسجل هون. شو؟ شو هالحكي؟ فعلا انك مو طبيعية. انت ليش هيك عم تعملي هي البلبلة؟ رح ارفع دعوة. ارفعها اذا رجال بترفعها. هو انت بالكتير ولد. شو هالحكي لؤي؟ كذابة رضا بيك، معقول اعمل هيك شيء انا؟ ايه بتعملها لؤي. خلينا نشوف الشريط حتى نعرف مين اللي عم يكذب. طيب جيبوا يلي بدكن اياه وشوفوه. انا عندي ملفات. ملفات شو؟ انا كل شيء عندي حسب القانون. اعملوا اللي بدكن اياه. هربها. يهرب بتركيه. خلينا نروح نحكي بهدوء احسن ما نبهدل حالنا هون. خلونا نعرف شو رح نعمل. شكرا. العفو. لا تؤاخذنا. لا ولا يهمك. شوفوا هالحقير شوفوا. لك أنا بيعمل فيني هيك شي؟ هو نصب علينا كلنا عمي. ليش شو أنت وشو أنا؟ إيه مزبوط. شو رح نعمل؟ الزلمة هرب يا جماعة. وين رح يهرب إلا ما نلاقيه؟ لازم نخبر الشرطة. مشكلتنا ما رح تنحل إذا حبسناه. كيف رح ندفع الديون هاي؟
يعني قصدك متفق مع الكل تبعه ما هيك؟ والقصة كلها لعبة، وبكرة بس نترك الشركة رح يكمل الطلبية. همه الوحيد إنه يحط إيده على الشركة، حقير. ومن دوني؟ إيه عمي بدونك. قصدي من دوننا، مستنيني على غلطة. رح شوف سهاد وخبره، ولازم نلاقي له أي حتى نحاسبه على كل شيء. يعطيك العافية يا فخري، شو إن شاء الله فاضي توصلني؟ يلا، شكلك مشغول، الله يقويك. تفضلي. مرحبا. لوين رايحة؟ كأنك ما عرفتني. أنت بنت عمي نجمي صح؟ كيراز. كيراز صحيح. مبارح التقينا بالبستان. والله؟ وبالعرس رقصنا سوا. رقصنا سوا؟ أنا كنت بدي روح لعند الخالة مهنور. إيه ماشي. مو يلي ساكني بشارع فاضل الخضرجي؟ هو رايحة بالتاكسي لأنه يعني معي غراض وقلت بشوفك كمان. عملت برك بالسبانخ. إذا بدك شو رأيك نروح من عند البساتين ومنلف من هونيك؟ يمكن الخالة مهنور تكون هونيك، مشان هيك لا تفهم غلط. بيصير. تاكل؟ ايه، يعني لسه ما خبرتي سهاد؟ تليفونه مسكر، بس يجي لهون بخبره. هو رح ينبسط كتير. كل هاد صار معكم أول ما تجوزتوا؟ شو الضغط هاد؟ عمري اشتقت لك. شايفتك مبسوط كتير، سامعلك شي خبر؟ لا بس مرتاح، ما بصير؟ ايه بصير، الله يبسطك أكتر. اليوم قضيته على البحر وفوق أخذت مصاري، وهلأ أهلا جنبي، شو بدي أكتر؟ شو وين السياح؟ عالشاطئ. لما يشوفوا شوية شمس بيرموا حالهم على البحر، يعني مو مثلنا، نحن ما بنعرف قيمة اللي عنا. لا حبيبي بنعرف قيمته وكتير كمان. ما بعرف ليش عم نحبس حالنا بين أربع حيطان. لاحظت إنه إلي زمان أنا ما شفت البحر. خلص حياتنا من اليوم رح تضل نزهة، رح ننبسط بكل لحظة. أنا لو ماني مزعوج كتير كنت تشكرت له أي. مو هيك كمان. بما معناه بس. هو صلي فترة طويلة ما حسيت بهالراحة. ايه شو عملت اليوم؟ ولا شي، ما في شي جديد. آسف، بعرف انك كنتي متوترة اليوم. تعي معي، شو رأيك؟ للأسف ما في عندي وقت. طيب اذا هيك لكم بلا ما اتأخر على الجماعة. ليش ما قلتي له شي؟ حسيته مبسوط وما حبيت انزعله مرأه. هلا انتي مجنونة شي؟ شو رح يزعل إذا ما خسرتوا الشركة؟ إيه ما عم بفهم الشغلات اللي عم تعملوها. ليكي بنتي، خايفة اسمع من غيرك ويزعل. إيه الحق معك، خليني روح خبره لكان. إيه طبعاً. بلا ما خبره هلأ، بعدين بخبره. لا رح خبره. أوف هلا، يلا قومي مشان الله. إذا رحت بيكون أحسن. إيه لك روحي بقى. لك شو هالجيل هاد؟ عجبوك البراك؟ طيبين. ايه معناها نزلني. قديش بدك؟ العداد مطفي ما بعرف والله. لك انسيها يلا. Thank you.
ايه متفق مع هالحقير وقال له انه كيبيلي رح تصير مديونه، قال لهم ما بدي الطلبيه ورح تشوف كيف كيبيلي رح تصير لإلي وساعتها منكمل شغل. شفتوا هلا هيك بصير لما منأمن بالغربه، معقول الواحد يحط هيك شريك لإله؟ رضا شو رح يعمل لك هذا الزلمه شريكه بالمعمل؟ هو كان بده هالشي، خليه يقلع شوكه بايده. طيب انا عندي سؤال، يعني مثل هيك عامله خسيسه القانون بيعاقب عليها شيء؟ معقول حدا يشارك حدا ويغشه بدون اي محاسبه؟ الله قاله طبعا اكيد ما في حدا بيعمل هيك بدون ما يتعاقب. دقيقه تليفوني عم يرن، حاطط الرجاج. ها انوار حبيبي شو صار معك؟ لا تبكي واحكي لي. كيف؟ ما حدا أكل عوامة بالجوز؟ العوض بسلامتك، لا تيأس، جرب وصفة جديدة. برافو، بشو هالمرة؟ قلت لي باليقطين؟ دقيقة شبها على أساس شغل أنور منيح. لا كيف يعني؟ هلأ صار لكم كم يوم عم تقولوا منيح؟ على أساس أنقرة قالت لي حالة على العوامة؟ حكينا هيك لأنه رضا بيك عم يحكي على أنور وهو عم يزعجنا كتير، شو رح نقول له يعني؟ بس ما كان لازم تكذبوا. صحيح. شو الشغل منيح؟ ما أنه منيح بنوب. أنتوا ليش عم تاخدوا على حكي رضا؟ يعني معقول الزلمة ما يفتخر بنجاح ابنه؟ هلأ إذا عرف إنكم عم تكذبوا عليه رح تكون النتيجة أسوأ بكتير. لازم نلاقي طريقة نخبره فيها، بس شو هي الطريقة؟ ما لقيته لهذا الحقير؟ أهلين رضا بيك. لوين رايح؟ ما لقيت له أي؟ وليش هيك مطنش بقى؟ دور معي. وليش لدور عليه؟ سهاد ابني أنت سخنان اليوم شي؟ لا بس انت ليش عم تدور عليه؟ لا تكون ما سمعت شو صار. ما سمعت شي. هذا الحقير اتضحك علينا منشان ياخد اسهم الشركة منا، اتفق مع صاحب الطلبية يلغيها ليورطنا حتى نغرق بالدين. انت متأكد من هذا الحكي اللي عم بتقوله؟ يعني ما وقعتوا له تنازل؟ طبعا ما وقعنا، مو معروفة وين اراضيه، مدري وين مختفي. يا عديم الضمير. سهاد هلا. أكيد عرفت. عرفت بعرف زعلان مني لأنه ما خبرتك. ما لا عادي، بعرف ليش ما قلتي لي. عن جد؟ طبعا كنت مبسوط وما حبيتي انزعج. صح. أهم شيء هلأ أنه نلاقي للؤي ونشوف حل هالموضوع. امشوا على الشركة. يلا. ما صحت له فرصة ياخد الكمبيوتر. حقير شوف المراسلات عم يلعب من ورانا، حتى المصاري محولهم على حساب تاني. نحن تعذبنا بالدفع كتير، والله حرام عليه. ما كنا نراجع شي الحق علينا. ها عم بيرن؟ كنان صار معك شي؟ خبرت بقية الشباب؟ طيب عم بستنى خبر منكن، لا تحسسوا بشي حتى ما يفلت من بين ايدينا. ها انت متأكد انه رفقاتك الصيادين رح يلاقوا لؤي؟ رح يلاقوه، ياخته مو عند الشط، طلع البحر وأكيد ما بيكون بعد كتير. شو بعرفني؟ كيف رح يلاقوه بالبحر؟ لا تقلقي، اطلعي هون قديش مخبص والمي عم تمشي من تحتنا. لو تشوف الكمبيوتر، تعال طلع هون. الحقير مشان يأمن كل شي مجهز العقود كمان. عن جد نحنا طلعنا أغبياء وقلبنا كتير طيب. متين لقيتوه؟ حلال عليكم، كنت عارفان انه ما رح يهرب منكن. وينه هلا؟ ماشي جايين فورا، اوعكن تضيعوها. يلا بسرعه، عم بيقولوا مانو بعيد، خلينا نلحق. يلا اخي ما بيصير هيك. صدقني ما بيصير هيك. لك انتو مجانين شي؟ انا غيرت رايي وما بدي بنزين يا اخي. رايح لا تعطلوني. ما بيصير يا اخي. قلت ايدك انت وياه، شو صار لكم؟ لك هدي حالك، لازمك بنزين. لك اهدى شباب، لؤي بيك شريكنا، قدمتوا له مساعدة؟ نحن عملنا لازم. مزبوط. شكرا. لؤي شو رأيك نقعدنا شوي؟ حبيبنا لؤي اشتقنا لك كتير.
في عشرة خبز وملح بيناتنا، معقول تروح بدون ما تقول بخاطركن يا زلمة؟ مين قالكن رايح لمكان؟ كنت راجع فورا. الشغلات اللي لقيناها بكمبيوترك واللخبط اللي عاملها بملفات الشركة، شو رأيك إنه تقلنا كيف رح نظبطها؟ شو قلت؟ بصراحة أنا ما حبيت إجي لهون يا لؤي، اتصلت بالشرطة وقلت بلا ما نتعب حالنا وخلينا نتركه هو والشرطة، بس هذا سهاد قلبه طيب شوي. ليش الشرطة؟ ما في داعي إلهم أبدا. أنا هيك قلت شو في داعي للشرطة؟ ليش نورطك بالفيديو والملفات يلي بالكمبيوتر؟ الأخطاء يلي بملفات الشركة. الأخطاء؟ صحيح، مو أخطاء حبيبي، أكيد أخطاء. وأنا كمان هيك قلت، هدول أخطاء. بلا طول سيرة، هلأ اتفرج وركز معي. شوف، هذا هو ملف العقد، رح تحول كل حقوقك بشركة كيبلي لقلنا. وفي هي الطلبية اللي انت اقترحتها، وحتى ما نورتك بقضية احتيال رح تكملها باحترام، ورح تضمن لنا انه صديقك الغشاش ياخد هي الطلبية كلها وبوقتها. وبعد ما نخلص هي الطلبية صفى بيك ما رح نشوفه بهالمكان لحتى ما ياخد طلبية من عند حدا مرة تانية. وهلأ صارت الأمور واضحة. وقع. يلا حبيبي لؤي، الباقي عند كاتب العدل. يلا 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 يلا، ايه خلينا نشوف هالتوقيع. يسلموا. طيب ومشان شراكتي بالمعمل؟ انا رح قلك هي ما قلنا علاقة فيها ابدا يا لؤي، تصطفل منك لعمي صح سهاد؟ وانا هيك رأيي. نحنا صار لازم نروح. عمي اجا؟ اكيد عمي في إله حكي مع لؤي. بأسأله عن المعمل. اوه رضا بيك، وين رايحين وتاركين قليل الأصل؟ ما ضللنا شغل معه رضا بيك، انت فيك تقرر شو بدك تعمل معه بخصوص المعمل، نحن ما دخلنا ابدا. خاطرك لؤي. خاطرك يا حلو، ادعي لنا. لك وقفوا يا اولاد. مو عيب عليك، انت كيف بتعمل هيك؟ مو على اساس هالشي يكون بيني وبينك؟ خلصني رضا بيك، يعني لو كنت محلي ما كبيتني برات الشركة؟ بدك تبيعني حصتك بالمعمل فوراً، بعدين بتنقلع من الضيعة. بكفي، مليت منكم كلكن، كرهت الضيعة. بس بعيدة عسنانك بيعك حصتي بالمعمل. في مين طالب الأسهم مني؟ استنى علي، لما تشوف مين رح يصير شريكك رح تندم كتير. ها وقف، لوين رايح؟ لمين رح تبيع حصتك بالمعمل؟ فهمني، استنى شوي. يعني بعد كل هاللعبة طلع هو الخسران بالأخير. صح. شو بيقول المثال؟ جاجة حفرت على راس عفرت. واضح إنه زلمة طماع كتير. حصل خير؟ ما بعرف إذا حصل خير ولا لا. بابا عرض على لؤي يشتري حصته بس هو رفض وناوي يبيع على حدا مو منيح. لا أكيد رضا بيكون معصب كتير هلأ، نحن شو رح نعمل؟ دخيلك، بنعرفه منيح لرضا. هلأ رح يجي ويطالع كل عصبيته فينا نحن، من شربه كاسة عيران ومنخليه يهدى ومن قله يبيع حصته. شو شايفكن مبسوطين؟ أهلين رضا، شو رأيك لو تشرب لك كاسة عيران باردة؟ ما بدي. شو رضا، بالأول بعت نص حصتك بالمعمل وهلأ صار بدك ترجعها؟
لا أمي، ما عم حاول أرجع حصة المعمل، رح بيع البيت. أي بيت؟ بيتنا، هذا البيت. شو خطر على بالك عمي؟ خير، نزعنا مرأكم شي؟ صار لازم تعرفوا حجمكم، بكفي حاويكم كل هالسنين. نحن مو عايشين على كتاف حدا. اليوم ما نكون هيك، بس بعدين رح تركبوا على كتافي. لا تكوني مفكرة جوزك قابر الفقر من العوامة، ولا مفكرة حالك انشهرتي لأنه عم تطلع على قناة الزيتون. مدام مو عايشين على كتاف حدا، بتاخدوا ولادكم وغراضكم وبتروحوا بتفتحوا بيت لحالكم. رضا، لا تواخذيني أمي، هالمرة رح تمشي كلمتي، الشغلة طلعت إيدها. شو يا أفندي؟ كنت قاعد عم تقولهم كيف أبوك خسر الشركة؟ مشان هيك عم يضحكوا؟ لا بابا. راس ولا حرف. بدال ما تجي توقف مع أبوك بالشغل، حامل هالمسخرة بإيدك وبدك تصير فنان. لا ورحت تجوزت كمان. طبعا أبوك رح يدير باله عليك، إيه من هلأ بدك تنسى. خليك زلمة وفرجيني حالك. لا تقولوا ما سمعنا، رح بيع البيت، رح أخذ مرتي وأمي وأسكن بشقة بشي بناية من هالبنايات الحديثة. خلي كل واحد يعرف اللي إله واللي عليه. خلاص اسمعوا. لا ما بدي اسمع وماني ولا. هذا آخر حكي عندي سمعتوه، رايح على المكتب العقاري هلأ. فيكن ترجعوا تضحكوا. عادي ستي. شكلك مبسوطة. طبعا، ليش مانك مبسوط؟ أنا كل دقيقة بكون فيها معك بكون مبسوط. كان معك حق. حق بشو؟ يعني دائما معي حق أنا، بس بشو هلا؟ لما قلت إنه كل شي رح يرجع منيح. أنا قلت هيك لأنه لما بكون معك بحس إنه كل شيء حلو. بس شكلك حبيت شغلة الدليل السياحي أكتر، لأنه بحياتي ما شفتك مبسوط هالقد. كنت رح جيب قارب وسميه كيبيلي، يعني كنت رح أشتغل شغلي القديم. بس بسيطة، فينا نشتري قارب وما نشتغل عليه، منقضي أوقات فراغنا عليه. وليش بقى؟ شو ما بدي؟ طبعاً بدي، بس إنه نشتري قارب مشان نقضي فيه أوقات فراغنا ما بعرف. الحق معك، ممكن نوقع بأزمة مالية. خلص بلاها هلأ نحكي فيها. ليك ما قصدي هيك، كل القصة انت حبيت الشغل كتير وانا عم بشتغل اللي بحبه، ليش حتى تترك الشغل اللي بتحبه انت؟ قصدك كمل فيه؟ طبعا. بس كيف رح تمشي الشغل لحالك؟ بس انا مو لحالي، انا عم فكر اني اعرض الشغل على رقية. البنت ملت من التلفزيون وبتحب التجارة. انت ورقية؟ ايه وليش لا؟ كانت خايفة انه نخسر كيبيلي لو شفت كيف فاتت على كاتب العدل. شغلي مع رقية ترك لي يا إلي، انت فكر بشغلك. طيب ماشي، ورح حاول طوره كمان. شو عم بيصير؟ شوف كيف العالم عم يركضوا. لا ترتعبي فورا، اكيد صاير شيء قدام المطعم. قوم خلينا نشوف. لك فهمنا. إيه؟ رح نروح. اسفة انا اسفة. هلا هلا، يلا بسرعة. فخري فخري انزل بحاجة اشتبها. لك انزل ولا اشتبها. فخري عبالك انزل، خليك عاقل وانزل فورا. اصحك يا ولد فخري، اصحك يا ولد فخري. فخري فخري لا تعمل هيك وانزل. فخري انزل لهو، ما عم تسمع يعني؟ مين زعجك؟ خبرنا. لك شو عم تعمل انت؟ انزل فخري، انزل لا تجنوا. لا خلص فكة بقى. شو هاد؟ شو صاير له؟ ليش هيك عم يعمل؟ فخري فخري لك انزل. شو صار له هان؟ كأنه ناوي ينزل. لا تصغر عقلك وانزل. لك يلا فخري، نحن منحبك فخري. والله لحاسبك عليها، انزل لشوف. فخري شباب لك حرام عليك اللي عم تعمل. فخري لا تعمل هيك لأنه هذا اسمه جنان. لك عيب، عيب عليك فخري. لا تقربي مني يا كيرازها.
شو تذكرت اسمي؟ فخري. خلص فخري لا تعمل هيك. روحي كيراز، روحي من هون. تعال فخري. فخري زين موت الكل من الرعبة. يلا لا اوعى لا تعمل هيك فخري. لا تشوفه لا صاير له ليش هيك عم يعمل. تعال فخري ننزع عشان تخبرنا. فخري خلص بدك تنتحر لأنك مزعوج، بس هيك رح تزعج العالم اللي بيحبوه كمان. تشوف على وشه الخير، رح فضيلك البيت بأقرب وقت. استنى تليفوني. طيب رضا بيك أنا ناطر تليفونك، المصاري بتجهز بكرة. معناها ما في داعي نستنى، إذا مريتوا لعندي بكرة منخلص المعاملة. هي بسيطة، خلص بكرة خاطركم يا جماعة بالإذن. ميسرة. ما قلكن على أي مكتب عقاري؟ طيب ماشي هلأ بشوفه. رضا بيك. خير ست نهلة، شو ناوية تقطعي علينا الطريق؟ راح تبيع البيت؟ بعته وخلصت ما دخلك. اتطلع فيني رضا، يمكن هذا البيت لإلك على الورق وبس. وهذا بكفيني، لا توجعي لي راسي أكتر. يلا الله معك. لك اسمعني. ايه زودتيها كتير، ما عاد بدي اسمع ولا كلمة. بعته للبيت رح ننتقل، وانت شوفي شغلك، فضي غرفتك ولمي كراكيبك من البيت وانقلعي. خلص بقى ما عاد فيني اتحمل بهدلة. رضا انت مفكرني بعيانة بالبيت كرمالك؟ انت غبي واعمى. انا رح قلك شغلة، انت الوحيد اللي ما بتذكره لما فوت على هداك البيت، وحتى الكره اللي جواتي اتجاهك ما عم حس فيه بالمرة، لأنه محبتي للي عايشين بالبيت أكبر. أنا مجنونة واقفة قدام رضا وعم بحكي عن الحب. فخري لا تعمل هيك يا زين، ولا شو عم تعمل انزل وحاجة فورا. خلص فكة بقى فخري، عم بقول لك انزل. شو عم تعمل انت؟ اصحك يا ولد. لا تعمل بحالك هيك كيراز. روحي انا اخذت قراري. مو معقول تزعل كل هالعالم كرمال بنت، لازم تعطي فرصه للناس اللي بيحبوك تضل معهم، بجوز يخلوك اسعد رجل بالعالم. انت تطلع حواليك يمكن تجيك وحده مستعده تعمل كل شيء بدك اياه. سهل الواحد يقتل حاله. يلا خلينا نزت حالنا سوا. يلا بس الحياه حلوه فخري، السما حلوه حتى ضيعتنا كتير حلوه. كرز بابا طيب كتير، والبرك بالسبانخ طيبه. تعا يلا فخري. يا فخري لا تصغر عليك ونزيل. فخري الزلمه تعبان كثير، ان شاء الله ما يسوي هيك. الله يحميه يا رب. يا فخري تعا فخري. اوعى على حالك خلاص ما بصير بكفي بقى. خلاص انزيل بقى. يلا يلا تعا تعا. ايه تعا. يجوز اقتنع والله. الحمد لله رب العالمين. برافو اخي هلال عليك. برافو فخري. برافو فخري. برافو فخري. برافو فخري. استغفر الله، شو بدك تضلي لزقاني فيني طول العمر؟ والله مو قاتلة حالي ضل هون. برافو عليكي كيراز. إذا اضطريت روح ما رح استناك، وأنت بتعرف الشي، بس هلا الوضع غير. آخ رقبتي 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 آخ. هاي المرة أنت عم تلعب حياتك وحياة العيلة كلها، وحياة الناس مانا لعبة، لازم تتعلم هذا الشي بقى. خلصنا بقى. انتبهوا 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 انتبهوا. ها فتح عيونه. اتصلت بالاسعاف وهلا خلونا نحط تحت راسه شغله.
ان شاء الله ما يصير له شيء. الاسعاف اهدى شوي هلا بيوصل. يا مسكين يا رضا بك. لك هالارميده ما شافت غير راسه يعني. لك خلدون سكوت احسن. ما في شيء نحط تحت راسه. كله بسببي انا. لا تحكي هيك. بعد شوي شباب بعده خديها من ايدي حطيها تحت راسه كانه رح يصحصح. بلا ان شاء الله. رضا بيك. كانه رجع له وعيه. رضا رضا بيك. يلا حبيبي. رضا عم تسمعني انت؟ هيك رضا انا عم صح 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 بابا. رضا بيك اخيرا صحي. الحمد لله يا رب. انا رايحه اخبر الدكتور انه فاق. ايه طيب. رضا رضا ابني سامعني؟ مين رضا؟ شو مين رضا؟ نحن قاعدين عم نستنى لتصحى وانت بدك تتسلى فينا؟ ايش هالمزحة؟ انا اسف كتير. يا رضا حاجتك مزح مشان الله هلا. بابا كيف حاسس هلا؟ اتركوني. مين انتو؟ رضا عن جد ما عرفت هون؟ نحن هون كلياتنا اهلك. يا علامتي كذب. انا وين؟ شو بدكن مني؟ يا ابني انت بالمشفى ونحن اهلك وما بدنا شيء. ايه ناديت الدكتور ولكو جاي. ها انت بعرفك انت الخانم اللي انقذتيني من الموت ما هيك؟ حاسه انه رح يغط على قلبي. حميده ماما اصحي. ماما لك شو في؟ كود امي نادي الممرضه بسرعه. من تأثير الضربة فقد ذاكرته. هالمشكلة مؤقتة مرتبطة بالفص الصدغي لأنه ما في إصابة. أيوة يعني قديش رح يبقى بهالحالة دكتور؟ رضا بيك تعرض لضربة قوية وما فيني حدد لكم. الأهم إنه ما يعصب. وهلأ ما رح أوصف له دواء. لا تخافوا عليه أكيد رح يطيب. شفت قال الدكتور إنك رح تطيب وما رح تطول كتير. قلت صعب حدد. ممكن ترجع ذاكرته بيومين وممكن أكتر. يعني قصدك أنه مستحيل ترجع له اليوم مو هيك يا دكتور؟ مرت عمي أنت شو عم تقولي؟ فينا ناخده على البيت؟ طبعاً معافى. شكراً. تسلم. وأنت كمان جاي معنا يا خانو؟ إيه طبعاً. أنت لا تأكل هم رضا بيك. شو صاير؟ أوخ منيح. خلصنا فخري؟ أنت بدك تضلك هيك قالب خلقتك؟ لا تتدخل فيني نيالك. أنت في مرتك وولادك عم يستنوك. ايه طبعا ما أنا متزوج. صدقني ما في أحلى من الاستقرار بينسيك الهموم. سأل مجرب إن شاء الله عبال عندك فخري. ما بدي بدي بقى عزابي. صدقتها. حل عني وروح شوف شغلك بقى. يلا هي اجت زبوني لعندك. يلا روح. ولي كيفك فخري؟ انا منيح ان شاء الله دائما يا رب. انت السبب بهذا الشيء. شكرا لك. رح تشكرني على الناشف؟ شو ما رح تعزمني على كاسة شاي؟ بعدين انا مشغول هلا. قديش لسه بدي استناك فخري؟ صار لي سنين عم استناك انا. معقولة؟ عن جد؟ طبعا بس عيونك مو شايفة حدا غير هديكة. وما بدي شوف بس غير شغلي وبس. بس اسمعني وقت اللي رقصت معك ومسكت ايدي قلبي صار يدق بسرعة. ولو بتعرف قديش خفت عليك هداك اليوم وقت كنت رح توقع من السطح. وقت قلت لحالي الحياة قصيرة ولازم اعترف لك بحبي بقى. ما عاد لي شغل بالحب. لا تستني على الفاضي. بس انا رح ضل استناك كل العمر يا فخري. بلا ما تروح عليكي. ها ما حبيتي حدا وانتي وصغيره؟ دوري عليه. انا ما بقى بدي حب ابدا. يلا خلص انا رايح. بس حب الطفوله هو انت فخري. انا بحبك. عن جد يا شباب انا ما بعرف كيف بدي اشكركم. عذبتكم معي اليوم. يا
يلا تعالوا لنحكي بالموضوع. من اليوم كلنا بدنا نشتغل سوا. هاد الشغل تبعنا، مو أنا شريكتك؟ طبعا. وبما أنه عمي هاي الفترة تعبان، اثنيناتنا رح نقرر. ميرسي. رح يجي شخص يشتري حصة بالمعمل، بدنا نقابله ونقرر سوا. أنا بدي أرجع على المشفى، بيكونوا جهزوا، بوصلهم على البيت وبعدين برجع لعندك وبساعدك. شو عملتي مشان برنامجك؟ أخدتي إجازة؟ لا تاكلوا هم، لقيت لها حل. جهزت أحلى حلقات من البرامج السابقة لحتى تنعرض وعطلت أسبوع. Aylar mevsimler, yıllar geçecek, unuttuğunu sanacaksın. Apansız bir gecede, ter içinde uyanacaksın. Yüreğin yanacak. Kulaklarında sesim olacak bazen, gözlerinde silik resimler. Seni benim gibi sevmedi kimse, er geç anlayacaksın. Anılardır gün gelir, hesap sorarlar. Kapatacaksın, kapayacaksın beni. Neyle değiştiğin sorulduğunda merak ettim, ne cevap bulacaksın. Anılardır gün gelir, hesap sorarlar. Kapatacaksın, kapayacaksın.